مدام شريفة، جيت طمنكم. الحمد لله التنفس صار أحسن، الحرارة وطيت، والحكيم رح يشيلها من الجهاز. ممكن أشوفها؟ لا، بس جيت طمنكم، بس بعد شوي عن إذنكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا كنت فاكرة هتسيبني وتمشي. لا لا ما تقوليش كده، الحمد لله الحمد لله. هقول لديما. أوكي أوكي الحمد لله. ديما ما بتفوق، قولي لزوزو والنبي. الشنطة رجعت؟ ايه؟ لا أنا مالي ما يتحبس ولا يغرف 60 داهية، أنا مش عايز أشوف وشه أصلاً. افتحي الشنطة بس اتأكدي العقود كلها جوه. عايزة تمشي؟ طب خليها تسيب باسبوره أو بطاقته. طب خليه يسيب باسبوره أو بطاقته، ولو كل حاجة موجودة يغرف 60 داهية، أنا لو شفته هقتله، هاكله بسناني كده. ماشي ماشي يلا. باي باي. مبروك مبروك. أكيد في خازوق. لا لا أكيد في خازوق. لا 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 والله. أبوس إيدك أبوس إيدك غير عيط. أبوس إيدك كفاية عيط. أبوس إيدك أبوس إيدك أبوس إيدك كفاية عيط. مفيش خوازي، خلصت الخوازي خلاص. لو كنت تعرف ان انت هتستقبلني الاستقبال ده وتركبني الاكل الحلو ده كنت جبت الشنطه من اول يوم. انت مش هتلاقي ناس مجانين كده كتير زي الست ديما. والله يا عمر انا بتفق معاك على الشيء. قول يا ايمن، انت جيت هنا ازاي؟ حد جابك؟ كم واحد من عندنا من البلد جم ولقينا ان ظروفهم احسن يعني، قلت ما اجرب حظي. يعني جيت على سيرتهم بس؟ ما كنتش ماضي عقد شغل مثلا او في اي خطه او ضمانات؟ طب كنت متوقع ايه؟ مش فاهم. وانا لو كنت عندي الفرصه ان اقعد مع امي واخواتي وما جيش هنا كنت هحاول، بس زي ما بيقولوا كده المضطر يركب الصعب. الظروف عندنا ما كانتش حلوه برضه. ايوه بس اكيد ارحم من العيشه دي اللي خليتك تساوم ست على فلوس عشان ما تترحلش وحياتك هي على كف عفريت. مش ارحم ولا حاجه، أنا كنت بشتغل من 12 ل 2 كل يوم عشان يومية 80 أو 90 جنيه. هيعملوا إيه؟ هجيبوا عشاء ولا إفطار وغدا ولا دروس إخواتي ولا جهاز أختي؟ ما أنا الكبير بتاع العيلة أصلا. ربنا يخليهم. يعني أنت عايز تفضل هنا؟ هو أنا نفسي أرجع بس ما عنديش حل غير إن أكمل هنا.